شارع النجفي فعلا هو شارع ثقافي من زمان يعني من اول ما فتح يعني نحن مكتبتنا المرحوم والدي ب 921 فتحها اقدم مكتبه واول ما الـ الـ يعني السبب اللي خلانه يفتحها انه بدا يجيب كتب من بغداد وغير مكان وماكو مكان فاخذ له محل هوني ومن هذيك الايام هو شارع يعني ثقافي قديم واصلي يعني حقيقه وصار بينهم مكتبات بشكل يعني واسع كلش تحوي امهات الكتب كتب خطيه كتب قديمه كل شيء كان كان يحوي سبب الاهمال سبب الاهمال صار الهدم والناس اجرت طلعت منها البيوت هاي طلعت اجرت بغير مكانات فحاليا يعني الله سبحانه وتعالى فتح ارزاقه عليه الارزاق من الارزاق مالتهم لهم زين فحاليا السوق عندهم احسن من هالمنطقه هالمنطقه لا زالت ما بيها ولا بشر يعني اذا انتم بشارع النجيب بتشوفون ما اكو ناس يعني رايحه جايه ما اكو ولهذا سبب ما حد يرجع السدا ولو ان وسد يعني حقيقه نحن نعمل جهد على ارجاع اكثر ما يمكن منا والله اكو تقريبا يمكن لحد اليوم تقريبا نرجع لنا عشرة بس كل واحد من صنف واحد صاير واحد على وجه مثلا وان شاء الله بعون الله بس يعني بل المدارس ان شاء الله فتحت المدارس ترجعهم لأنه هو شارع ثقافي وشارع يعني قرطاسيه اكثر من غير شيء. والله اخويا لازم انا امر على شارع نجف، هذا شارع شارع هذا يعني اشنو عريق ومثقفين يمرون عليه وكتب كلها ثقافيه وقرطاسيه للمدارس بس مع الاسف مع كل اسف الحكومه هملته. ومن جماعتنا المواطنين هم ما يرجعون عليه والما يرجع عليه خلي يقول ما ارجع عليه حتى اكو غيره الف واحد يتمنى ان يرجع عليه الف واحد يتمنى يرجع عليه بس حرامات هذا هذا شارع نجفي شارع العريق زين اللي من جميع المحافظات يجون عليه من البصره من بغداد من النجف من جميع المحافظات من شمال زين كتب من النوادر من النوادر مع الاسف قسم منها تحافظت عليه وقسم منها موجوده زين هذا تاريخ هذا هذا شارع نجفي هذا فوق ال 100 سنه عمره هذا بناسه زين شو طالبوا من الحكومه؟ يا اخي ايش نطالب الحكومه؟ نطالب اذان لم صاغيه ما ما حد يسمع ولا حد لا الحكومه ولا المواطنين يتعاونون مع الاسف نحن التجار حتى التجار مال مالتنا بسوق الصياغ ولا شارع النجفي مع الاسف ما حيرجعون والله شارع النجفي مو مهمش وما اي اي اسم له انتهى يعني اللي يفوت منه ما يعرف هذا شارع النجفي يعرف الحج جيراننا كان شارع النجفي يزهي ما شاء الله كتب وحلويات كل شيء كان بينه هسه بس انقاض نريد دعم من الحكومه المحليه ناشد الحكومه المحليه بانه تدعم اصحاب الدكاكين وتعوضهم في سبيل الرجوع الى محلاتهم والناشد الاهالي بانه المتمكن منهم بانه يبني محلاته ويرجع والله سبحانه وتعالى ما ينسى عبده يعني هو الرزاق فيضحي شهر شهرين ثلاثه لكن يتجمع السوق ويرجع مثل ما كان سابقا